دلوقتي جي معاكم مع الطريق إلى رمضان مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم. السلام عليكم. الطريق إلى رمضان. كما قلت أن حرب أكتوبر عانت ما بعد هذا الانتصار العظيم من التناول السياسي اللي فيه قدر من التشويش على عظمة هذه الحرب وعلى مجد هذه المعركة وعلى بطولة هؤلاء الأبطال. خصوم الرئيس السادات وكارهيه من جهة، منافقه أو محبه الرئيس مبارك من جهة، بمعنى أن الحرب وكأنها نسبت إلى أشخاص، فأصبح أنت كمان كجمهور أو كمجال عام بتتعامل الحرب دي كأنه تصفيه حساب أو تخليص حساب. يعني اللي بيكره الرئيس السادات عايز يسحب منه عظمة وبطولة هذه الحرب. انت ممكن تختلف مع رئيس السادات قلبا وقالبا، ممكن تختلف مع رئيس السادات في سياسات كثيرة ومواقف كثيرة بكل كيانك وأعصابك، لكن لا يمكن ان تنزع منه بطولة هذا العمل العظيم الرائع التاريخي الجبار اللي اسمه حرب اكتوبر. انت يمكن ان تختلف مع رئيس مبارك كما يحلو لك وتعارضه كما تريد، بل وتثور ضده لو اردت، لكن ده لا يمكن ان يسحب منه انه واحد من ابطال حرب اكتوبر وبطولة القوات الجوية والطلعه الجوية الاولى. صحيح رغم هذا الغناء الذي بدا وكأنه ملح جدا ونفاقي للغاية، الا انه كان حقيقي، الواقع حقيقية انها بطولة مذهلة. لكن دي المشكل بقى، ان حرب اكتوبر بقى اصبح الكلام عنها اما يسحب في سكة السياسة او في سكة الممحكة السياسية او النفاق. البطولة بقى نفسها فين؟ الحرب نفسها بقى لم تأخذ هذا الحق أبدا، حق النقاش الحر المفتوح اللي فيه احتفاء بالبطولة بصرف النظر عن الخلاف السياسي بين أطياف أو طيارات سياسية حوالين المجتمع أو جوه المجتمع. المشكلة اللي بعد 50 سنة بنسمع حتى من أجيال جديدة إعادة إنتاج وكلام في محاولة للاقتران من حرب أكتوبر بنحو سلبي، باستخدام حتى الدعايات الصهيونية والدعايات الإسرائيلية وبالذات العنوان الكبير اللي هو الثغرة. كل طبعا الإعلام الغربي تعامل مع حرب أكتوبر باعتبارها انتهت 1-1، مش انه انتصار مصري. ليه؟ لأن الدعاية الإسرائيلية اشتغلت على تحويل عملية عسكرية فاشلة بدرجة 100 فاشلة في النهاية. أصله العمليات العسكرية بتأخذ بنتائجها مش بتأخذ ببداياتها. فعملية الثغرة الفشلة إسرائيلية دي في نهايتها محصلتها فشل مقيم ودائم، إلا أنه في المحصلة استخدمتها كنوع من الدعاية في أنها عملت عمل عسكري بطولي حقها عدو ويحاول أن يجمل نفسه، رغم أن هذا العدو عمل تقرير بعد حرب أكتوبر قعدوا عليه سنين يشتغلوا، شهور وسنين يشتغلوا، وطلعوا هذا التقرير الضخم اللي عرضوه على الرأي العام واللي ناقشوه في الكنيسة الإسرائيلي واللي لجان ورأي عام وإعلام إسرائيلي اشتغل عليه وأحال قيادات فيهم للمحاكمة وللإقالة وللتقاعد بسبب التقصير، واسمه كده التقصير. يعني إذا كانوا هم انتصروا إزاي بيطلعوا بيان أو نجحوا على أي نحو من الأنواع الحق، يعني إزاي بيطلعوا تقرير اسمه التقصير؟ يعني إحنا بنتكلم على إنه يجي بقى أجيال تتعامل مع الدعاية الإسرائيلية على أنها حقيقة ويطلع لك مقاطع باللغة الإنجليزية أو بصفحات في كتب باللغة الإنجليزية قال يعني دي الحقيقة. ليه؟ لأنه لم يعرفها من مصر، لم يعرف الحقيقة. ليه؟ لأن الحقيقة تشوهت لما خصوم رئيس السادات حتى من اللي كنا معهم في حرب أكتوبر، ثم الصراع السياسي حوالين السلام مع إسرائيل عدم السلام مع إسرائيل انتهى إلى أنه الحرب وكأنه الحرب دي أصبحت بلا صاحب. لا، الحرب دي إحنا أصحابها، كل مصري من المصريين 100 مليون الموجودين دلوقتي ومن يوم 73 لغايه النهارده على مدى 50 سنة احنا اصحاب هذه الحرب اللي من حقنا ومن واجبنا ان احنا ندافع عن عظمتها وروعتها واهميتها وبطولتها، وبالذات في منطقه الثغره، لانه احنا ما عندناش نقطه ضعف ولا عندنا ثغره في حرب اكتوبر نداريها او نتحرك منها او نخجل منها. بالعكس، احنا عملنا بمناسبه الثغره الاسرائيليه دي احنا عملنا 60 ثغرة على مدى حرب اكتوبر 16 يوم دولة، احنا عملنا 60 ثغرة في الجيش الاسرائيلي، مش ثغرة واحدة، عملنا 60 ثغرة. وايه الثغرة؟
احنا عندنا الجيش الثالث والجيش الثاني في على مدى 170 كيلو دول خط المعركة وسيناء وقناة السويس له تشكيلات. بعض التشكيلات دي بتيجي في لحظات اسمها لحظات المفاصل، وده موجود في كل الجيش، كل جيش اللي بالأرض في كل عمليات التعبئة في لحظات مفاصل التقاء جيشين او لقاء كتائب او فرقتين مع بعض في لا في اماكن مفاصل بتبقى نقاط ضعف طبيعية جغرافيا وكل حاجة. فبينتهي الامر الى ان ايه، الى ان بيتم التحسب دايما في مناطق الثغرات دي او في المناطق اللي فيها فراغ دي بمزيد من الحماية علشان المنطقة دي نقاط ضعف. كل ده معروف، معروف عند اللي بيعمل تعبئة عسكرية، ومعروف حتى عند عدوك اللي بيتابع التعبئة العسكرية. الخطة الإسرائيلية اللي موجودة من 68 ان احنا اسرائيل هنشوف نقطة من النقاط لو حصل لنا هجوم مضاد، نقطة من نقاط الثغرة دي المفاصل الضعيفة، ونحاول نخترقها جوه الجيش المصري ونلف من حواليه فنحصره. دي خطة موجودة من 68. عظيم. حصلت حرب 73 وكانت عظمة مجلجلة هائلة رهيبة ناجحة إلى حد الكمال، وأنا أقول الكمال بكل القواعد العسكرية، لغاية ما مصر قررت تطور القتال، بمعنى إنها هتغير في خطة الحرب. إحنا عملنا خطة الحرب وانتصرنا، إحنا ما عندناش في خطة الحرب تطوير الهجوم الى منطقة الممرات. ليه؟ لان احنا عملنا خطة حرب تنتهي الى 15 كيلو نحررها، ودي نقدر ندافع عنها بالدفاع الجوي، ولا تستطيع طائرة اسرائيلية واحدة ان تقترب من 15 كيلو اللي احنا محررينهم الا وتبقى تحت نيراننا وتحت مدفعياتنا، نسقطها، نوقعها، نفجرها، نطردها، تجري مننا، انما نصيبها، انما لا يمكن انها تبقى تشعر بالامان في ال 15 كيلو دول. ثم ان قواتنا اللي موجوده في ال 15 كيلو دول نستطيع ان ندافع عنهم 24 ساعه، قادرين على ان احنا نحمي رؤوسهم من اي ضرب طيران. طيب بعد ال 15 كيلو دول السماء مكشوفه، يعني نقدر وما نقدرش، يعني نحاول ومش بالضروره هننجح بعد ال 15 كيلو. اذا مش مفروض قواتنا تعدي بعد ال 15 كيلو. الرئيس السادات لما شاف هذا المشهد على الجبهة السورية، بقى سوريا بتحارب معانا من اليوم الاول، ولقى في ضغط عسكري اسرائيلي هائل على الجبهة السورية، الرئيس السادات اللي هم بيتهموه انه ضد العرب هو رئيس السادات نفسه اللي قرر انه يعمل تطوير للهجوم، وانه يوسع الهجوم ويغير الخطة علشان يخفف الضغط على الجبهة السورية. اللي حصل ايه بقى؟ عندنا ورا الخطوط جيشنا كتبتين موجودين، فرقتين موجودين لحماية المنطقة الخلفية للجيش. عشان تطوير القتال قررنا ناخد كتيبة منهم ونطلع بيها على تطوير الهجوم. فأصبح الخلفية بتاعتنا، المنطقة الخلفية بتاعتنا ليس بها إلا فرقة واحدة. ومن هنا نقدر نعرف ما الذي يمكن أن يجري بعدها. لكن ما الذي يجري بعدها؟ لا يمكن ينسينا هذه البطولة العظيمة المصرية الرائعة اللي عملت 60 ثغرة في العدو الإسرائيلي وفي الجيش الإسرائيلي، وأيضا وقمعت الثغرة الإسرائيلية. استنونا بكرة وحلقة جديدة من الطريق إلى رمضان مع إبراهيم عيسى، من إنتاج شركة النيل للإنتاج الإذاعي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم.